مساء الخير، مساء الحب، مساء السلام، مساء الجمال. شخباركم؟ شكرا لللايكات والقلوب والكلام الجميل. ما زلنا نتكلم عن الجسد المشاعري، لأنه كورسنا لهذا الشهر هو خريطة المشاعر، وهو كورس مخصص لتطوير الجسد المشاعري. في الحقيقة اللي دعاني لعمل هذا الكورس أو هذه الفكرة، أني بعد فترة ما اشتغلت على نفسي وجدت أنه مرات ترجع لنفس النقطة اللي كنت فيها، بمعنى انك يكون عندك خلينا نقول عقدة، ازمة، فيل ابيض، مشكلة ما انت قادر تخلص منها، مشاعر ملخبطة حياتك، بعدين تشتغل 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 عليها، بعدين تتحرر منها، بعدين تروح كذا تحس فراغ، تحس بانك خفيف، تحس انك تحررت، بعدين مع الايام تكتشف انه ترجع لنفس النقطة، مع انت متأكد انك فكيتها، انك فكيت العقدة هذه، لكن كأنه أسهل عليك أنك ترجع لهذه النقطة، كأنك في كل مرة تتحرر بعدين ترجع، تحرر بعدين ترجع. فبدأت أفكر أنه كيف أنا ممكن أتحرر، إحنا تحررنا صح، لكن أمشي برضو قدام، أنه ما تكون هي أول خيار أرجع له لما يكون عندي أي دروب، أو أول خيار أرجع له لما أكون في حالة فراغ أو حياد أو ضباب أو لا شيء، أو أي حالة من الحالات اللي فيها اختفاء لحالة المشاعر أو الجسد المشاعري، أو الجسد المشاعري كان على ميوت. فوجدت أنه عندنا ثغرة، أنه عندنا ثغرة نحتاج أن نشتغل عليها ونحتاج أن نطورها. لذلك طلعت بالنسبة لي فكرة خريطة المشاعر، واحتجت أثناء البحث هذا أني أنا أعرف نفسي وأعرف مشاعري وأفهم وش اللي قاعد يصير جوا، وش اللي قاعد ينطبخ جوا وأنا ما أعرف. فاحتجت أني أفكر إيش الطريقة وإيش الآلية اللي تساعدني أني أنا أفهم وش الواقع اللي أنا فيه الآن، إيش الخريطة اللي أنا أمسكها، عشان هذه الخريطة هي اللي تساعدني على أني أنا أفهم مستقبلي وأبني مستقبلي. فكانت خريطة المشاعر. ممكن تسجل من أي مكان في العالم، الكورس أونلاين، تقدر تسجل بكل بساطة، موجود على الموقع www.sumaya369.net. اليوم نبغى نتكلم عن متعة الجسد المشاعري، وأبغى أبدأ بنظرية يمكن كلنا سمعنا فيها، أو يمكن بعضكم يؤمن فيها، انه النظرية تقول انه الهدف من وجود الجسد المشاعري هو الحصول على المتعة. ولانه الجسد المشاعري هو اللي يقود التجربة الأرضية، فانه الهدف من هذه التجربة هو انه انت تستمتع. سواء كنت تأيد هذه النظرية او يمكن تعترض عليها، لكن لما تشوف مثلا او تراقب حياة الناس تكتشف انه جزء كبير من الناس بشكل واعي او بشكل لا واعي يسعون الى هذا الشيء، بمعنى انهم يشتغلون على اهداف عشان يحققوا متعة مشاعرية، يشتغلون انهم يشترون الشيء الفلاني عشان يصلون لمتعة مشاعرية، مثلا يحسنون علاقتهم مع فلان، او يقطعون علاقتهم مع فلان، او يتعرفون على فلان، او يتهاوشون مع فلان، كله في النهاية عشان في حصيلة مشاعرية يبغون يحصلونها. برضو اذا فكرت من زاوية اخرى، انه درجات الالم، يعني احنا نقول انه الجسد المشاعري فيه جانب ايجابي وجانب سلبي، فاذا كانت النظرية هاي تقول انه الموضوع كله موضوع متعة، طيب وين السلبي في الموضوع، يعني وين في النظرية هذه؟ فاحنا تكلمنا عن فكرة انه ايضا المشاعر السلبية هي تحمل جزء من المتعة لدرجات معينة، يعني شوية خوف، شوية غضب، شوية توتر، شوية كذا، بعدين لما تدخل في العميق وفي الألم الكبير
خلاص ممكن يبدأ يصنف الإنسان، يعني ينتبه الواحد يقول لا خلاص هنا الموضوع مش ممتع، لا مش ممتع بعد الآن مش ممتع. ونلاحظها في الواقع، نلاحظها إنه كثير من الناس تلقاه إذا عنده خوف عادي معدي، 20 سنة يخاف it's okay، 10 سنوات عايش غضب ومتضارب مع كل الناس ومتهاوش مع كل الناس ومختلف مع كل الناس it's okay، 30 سنة عايش في العار ويشعر بالفشل وبالخجل من أشياء كثيرة it's okay، معدين يعني عايشين مستمتعين بهذا الشعور. لكن تلقى لما يتضخم هذا الشعور ويصل لمرحلة معينة يقول آه لا 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 خلاص هنا انتهت درجة المتعة اللي أنا كنت أحس فيها. لذلك لاحظ شخص مثلا لما يشكي شكوى معينة أو يقدم يعني ينفث السموم السلبية اللي هو عنده ويقولك وأنا صار لي وأنا كذا يجتر الآلام وأنا حصل لي وأنا ما أعرف إيش وأنا وأنا وأنا، تقول طيب ممكن تكلمني شوية عن الحفلة اللي أمس صارت وانبسطت فيها ورقصت وهيصت، ممكن تسولف لي شوية عن هذا الموضوع؟ يقولك إيه بس يعني كذا يعني على خفيف كذا رقصنا ويعني إيه انبسطنا وكذا، يعني كأنه الموضوع مش مهم، لا يعني شيء، مش ممتع، لا خلني أرجع أحكي لك الشكوى حقتي. إيه وأنا من 20 سنة وهذا الشخص بهذل فيني وهذا الشخص سوى فيني اللي ما يتسوى وهذا وهذا، تحس عايش مستمتع يعني بالقصة، قصة مرة 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 ممتعة بالنسبة له، هو يحكيها يعني يحس إنه عايش جو، عايش المسلسل هذا. فتكتشف إنه واو والله والله مستمتعين 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 يعني ماشي الموضوع ماشي ممتع يعني. فاللي خايف مستمتع واللي غاضب مستمتع وكل واحد على فكرة يعني يشوف يعني يعني يشوف لها وجه، يعني كل واحد عنده طريقة لتبرير هذه المتعة. يعني خلنا نقول على سبيل المثال اللي يعيش التأنيب، اللي يعيش التأنيب مثلا دائما كذا هو يجلد نفسه يجلد نفسه يجلد، لا انت غلطان ما سويت كذا، لا حرام ترى سويت كذا، لا ما يصلح ترى سويت كذا. الحين لو قعدت وقلت له ترى ما له داعي هذا التأنيب، يقولك لا انا يعني انا احس ان ضميري حي كذا، انا احس ان ضميري حي. شوف كيف الخديعة يعني طبقات، هي طبقات الشطارة، احنا نفكفك ونطلع ونشوف قدامنا الخريطة وننتبه. هذه متعة، متعة انه انا لا انا عندي ضمير حي عشان كذا انا الوم نفسي واجلد نفسي فعندي ضمير حي. طب تعال خلينا نشوف الشخص الغاضب اللي معصب ويعني كذا يعني قرونه طالعة وعيونه طايرة وشي يعني موحش، طيب وين المتعة في الموضوع؟ المتعة انه هو يعني يحس انه هو مسيطر على الوضع، انه هو ضابطهم يعني، انه هو يعني ذو البأس الشديد، يعني انه هو يعني مكسر الدنيا، وانه هو يعني اذكى واحد وافهم واحد وانقذ واحد واعرف واحد والعالم كلهم مضحوك عليهم، هو بس اللي طالع منها. فهذا شعور بالمتعة، انه انا لا اوريك فيهم انا ادبهم انا ما اعرف ايه، فهذا يعني ممتع، ممتع يعني بالنسبة للشخص اللي يعيش هذا الشعور. وهكذا يعني طول الوقت راح تلقى الشخص اللي يمر بهذا الشعور السلبي اللي احنا نشوف انه نقول اوه شعور سلبي، انه هو في زاوية كذا هو مستمتع في الموضوع، هو مستمتع. وين الشطارة يا جماعة؟ الشطارة انك تفكفك الموضوع، تقول انا ليش مستمتع الحين بالخوف اللي انا عايش فيه؟ انا ليش مستمتع بحالة الغضب؟ شو الفكرة؟ ليش انا مستمتع بحالة الغضب؟ انا ليش مستمتع اني خايف؟ ليش؟ ليش مستمتع اني خايف؟ انا ليش مستمتع اني عايش في العار؟ انا ليش مستمتع اني عايش في التأنيب؟ ليش مستمتع بالحزن؟ اوه حاد بعد عنهم الحزينين امتع ناس يا جماعة، معليش يعني انا ما اتكلم عن احد معين، بس احنا نضحك يا جماعة، احنا البشر
نضحك يعني لو تشوفونا احنا من لو مخلوق من مخلوقات اخرى يشوفنا ولا من بعد اخر ولا من كوكب يموت من الضحك علينا. الحزينين يعني متعه مو طبيعيه عايشين فيها، عايشين يعني قصائدهم شعورهم هاتهم كذا يعني مستمتعين برسوماتهم بتصورهم للحياة فلسفة. تعال شوفهم هم يتكلمون، تعال شوف الفلسفة اللي تطلع منهم والجسد الفكري هو يتكلم. أوه شيء يعني تشوف أنت كده تقول ها من جدة يعني مبسوط بالموضوع مبسوط بالقصة ماسك القصة صح مبسوط ماسك الحزن داعس عاد ها ياني وياك تناقشهم الحزين يقولك ما حد يفهم الحزن غيري، ما حد يعرف أصلا ما حد جرب ترى كل ناس عندهم مشاعرهم عندهم طريقتهم يعني في الحياة. ها يقولك أصلا مش عرفكم أنتم أصلا مش فهمكم العمق اللي إحنا فيه والشعور اللي إحنا فيه وكذا. طبعا ما ننسى نقول إنهم عندهم عمق يعني، بس انه تكتشف انه يعني النظرية لها وجهة نظر تستحق الاحترام، انه واو يعني الخلطة على بعضها ايجابية او سلبية هي متعة خلطة على بعضها. عاد وين اللي يعني طلع نفسه على الحين؟ تخيل بعد تخيل مثلا هذا الغاضب وهذا الخائف وهذا الحزين وهذا اللي ما عرف ايش يبدالك ياخذ القصة بطريقة غير متزنة، يبدالك يقول لك لا انا ابغى شوية حب، ابغى شوية بعد اعطوني شوية سعادة، لا كني مليت اليوم من الحزن، اوكي اليوم خلوني يكون الموضوع اليوم سعيد اوكي. المشكلة ما تمشي الامور بهالطريقة، ما تمشي خط ما يمشي بهالطريقة، خلاص انت ماسك وهنا تبدأ المعاناة انه اوكي انا يعني في العمق انا ابغى استمر بهذا الحزن، يعني في العمق انا عاجبني الغضب اللي فيني، عاجبني كذا يعني اني افهم الدنيا وافهم العالم واني انا اللي يعني داير الدنيا كذا وانا اللي فاهمهم، يعني في العمق عاجبني الشعور السلبي اللي انا فيه. بس مرات يعني في الويكند ابغى شويه سعاده، في الويكند ابغى شويه سعاده. للاسف ما يمشي الموضوع بهالطريقه، او عايش خايف متوتر بعدين يقول في الويكند بس يعني ابغى في الله في الويكند، ما يمشي الموضوع بهالطريقه. لذلك تبدا قصه المعاناه. طبعا هذا اذا الواحد انتبه اصلا، أغلب الناس ما تنتبه أصلاً للورطة اللي هي متورطة فيها، ولا تنتبه لأزمة المشاعر اللي هي فيها، ولا تنتبه لسوء الحال اللي هي فيها. وأغلب الناس إما أنهم يستيقظون من القيعان والألم، أغلب الناس تستيقظ من القيعان أو الألم، أو تستيقظ لما ما تحصل الفرار الحمراء. طبعاً الفرار الحمراء أقصد فيها الهدف أيًا كان هذا الهدف، لما يكون الواحد يبغى هدف بعدين ما يصير يبدأ يسأل الأسئلة الصعبة، يبدأ يسأل الأسئلة الصح، يبدأ يقول ليش وش اللي صار وش اللي ما صار وش القصة، لا خلني أدور عن أحد يعطيني حبة سحرية للجلب، خلني أدور عنك فيبدأ الموضوع يحرك جواته شيء يخليه يسأل الأسئلة الصعبة اللي تحرك المشاعر بطريقة صحيحة، تخليه على الأقل يحاول يعني يوجهها بطريقة صحيحة. متع الجسد المشاعري وفقاً لهذه النظرية معناها أنها تختلف من شخص لآخر، معناها أنه أنت شخص يعني متعته هي مشاعر الحزن، أو شخص متعته هي مشاعر الحب، أو شخص متعته يعني متعته مثلاً إنه يعني تبهذل فيه وحده وهو يعني يضيع في الفيافي والقفار ويعني يكتب قصايد وكذا، يعني هذه متعة المشاعر بالنسبة له. في واحد يعني كاتب
بدأ يتساءل ما هي متع الحياة. وهنا طبعا نقلها من المستوى المشاعر لمستوى الأشياء اللي احنا نعرفها ونشوفها، الأشياء المادية والسلوكية والفكرية. فقال إيش هي متع الحياة؟ إيش هي أعظم متع الحياة اللي البشر عاشوها؟ إيش هي؟ وخلونا الآن نسألكم أنتم وبعدين بقرأ لكم هو وش قال. يعني سأل مجموعة كبيرة من الناس وطلع لخص المتع وفقا للشيء اللي هو شافه أو وفقا للي سمعه من الناس. فقولوا لي أنتم إيش أمتع شيء تتوقعونه؟ إيش الشيء اللي ممكن تقول أوه هذا أمتع شيء عند البشر؟ هذا أمتع شيء عند البشر. السلام، الحب والجنس، المال، الصلاة، الرقص واللعب والوناسة، التسليم، الجنس والأكل، مساعدة الآخرين، الصحة، الضحك، الأكل، الفرح، الحرية والحب، الصحة، المال، الجنس، السلام، الضحك، الراحة. حبيبتي أحس أنك مرة تعبانة. الدراهم، الطبيعة، الرقص، الطقطقة. تستمتع بحالة الغضب تقول يفرغ يعني شو. التطور، الرياضة، المعلومات، السلام الداخلي، السلام، العطاء للوالدين والأبناء، جلسات الأهل والصديقات، التعرف على الثقافات، الضحك، العاطف والعطاء، العائلة، الحب والسلام والمال، الإنجازات، السكينة، شريك حياة، وعي، صحة، حرية، قلب حبيبتي اللي راحت للبحر وتذكرتني. طيب تقول اسمع سوية الناصر يا حبيبة قلبي. الهدوء، العلاقات الحنونة. طيب خلوني أقرأ لكم وش الشيء اللي وصل له هذا الشخص. وهو حطها بعضها غريب شوي. شوف، قهوة جيدة. أنا أيد موضوع القهوة، وإن كنت الحين ما أشرب قهوة عشان الكافيين، لكن صراحة القهوة توسع صدر. الحصول على طفل، ما عندي أطفال فبالتالي ما أقدر أحكم، لكن الأمهات والآباء يقدرون يقولون لنا. يعني صنف عند مجموعة الأشخاص هذولا أنه من أكثر متع الحياة الحصول على طفل. يس ولا نو؟ تأيدون ولا لا؟ لا فعلا صحيح، ما عندي أطفال، نعم أكيد أؤيد. لا طيب، صحة جيدة، أكل جيد، طبعا أكل قرينا كثير منكم قال أكل. هذه لفتت انتباهي أيضا، محادثة محفزة. يعني لما تدردش مع شخص ويمكن توصل المساحات جديدة ما كنت تعرف عنها، هذه ممتعة بالنسبة لي. هذا شيء جدا ممتع جدا ممتع، بس ما كنت أعرف أنه أيضا في ناس كثير يستمتعون فيه، المحادثات اللي لها قيمتها ما كنت أعرف هذا الشيء. يعني أشعر في كثير الحين محادثات الناس يعني يهتمون بالمحادثات البايخة السخيفة، حشات، راحوا وجاوا وقالوا وسوينا ما سوينا حطينا، ما يهتمون انهم يعني كذا يطلعون العمق، يطلعون مساحة جديدة، يفتحون كذا فتحة جديدة. لكن على ما يبدو انه في ناس تهتم لهذه المحادثات. ايه
برضو من ضمن الأشياء قال حضور السينما بالنسبة لي مفاجئ لأنه مش ممتع إطلاقا. أحس أنا بالنسبة لي شخصيا استمتع أكثر لما أكون قاعدة في البيت وأشوف الفيلم، أحس فيه متعة أكثر، أحس أني يعني أحس الفيلم يكلمني لحالي وأنه مركزين مع بعض يعني أكثر. وأحس أنه برضو عندي الخيار أني أنا أوقف وأعمق الفكرة أكثر أو أنتبه لها وأناقشها أكثر في مخي. بس أكيد يعني بناء على هذا أكيد في ناس يستمتعون بالسينما، يعني دائم كذا يجيني أقول طيب هم ليش رايحين، ومرات ترى يعني شيء مكلف، يعني مرات يطقون مشوار وبعدين التيكت وبعدين الـ يعني البوب كورن ولا الشراب، يعني شيء مكلف يعني، بينما هم يقدرون مثلا يشوفون الفيلم عندهم في البيت مثلا يمكن بعد شهر ولا بعد اسبوعين. بس تصير انه الناس يفضلون هذا الجو. الفنون المسرحية اتوقع بعد انه لما يكون قدامك الممثل ويمثل الحدث امامك اتوقع انك تشعر بالشعور بشكل مباشر، وهذا يعني كثير يعطي متعة اضافية. يعني مثل ما تكون في نكتة في الفيلم وانت عارف انها مسجلة وما تحس بطاقتها زي لما تحسها لحظيا في نفس الوقت، فاعتقد هذا فيه كثير متعة. وانا سبق اني دخلت كلاسات للتمثيل وكنت امثل وكنت احضر مع برضو الطلاب اللي معاي، وكثير ممتع الحضور خصوصا انه احنا عارفين وش بنقال وش بنقال، عارفين هالتعديله هذه والتغييره هذه وكذا، وبعدين لما انا برضو بطلع الان وانا بعيد الدور بس بعدد بصلح او بعدل او مره كثير ممتع هذا الشيء. طيب السفر على التوقيت حساس ان نتكلم عن السفر، مره حساس السفر، يعني اتوقع انه اغلب الناس يعني تستمتع بالسفر، وان كان في ناس تخاف من تبعات السفر، يكون في انتقال يمكن بالسياره، او ناس تخاف من السياره، ناس تخاف من الطياره، ناس تخاف من القطار، او ناس ترتبك من الزحمات او من المطارات او من انه يكون ناقص شيء، انه يكون نسوي ورقه، انه يكون نسوي الجواز، انه يكون كذا. في ناس عندها ربكة السفر، يعني في ناس ترى ما تنام ليلة السفر، ولا لا سمعتنا هذه القصص، ناس ما تنام ليلة السفر ما تقدر، وفي ناس ما تنام أول ليلة، فيه اللي قبل بليلة وفيه اللي أول ليلة لما يروحون للمكان الجديد، في ناس قبل لأنها قلقة وأول ليلة لأنه المكان يعني لسه مش متسق مع طاقتهم. يصير هذولا يعني اكيد ما يقارعون بالناس اللي لا اللي يستمتعون ويعني ماخذين الموضوع فلة. كتاب جيد هذا شيء ممتع بالنسبة لي، بس ما ادري ما يعني اغلب الناس الان يمكن تفضل انها تسمع او تفضل انها تشوف فيلم على انها تقرأ. بيت سعيد اعتقد الفكرة هي فكرة العائلة او فكرة وجود شريك انت سعيد معاه، او وجود او انك تروح البيت وتقول واخيرا وصلت البيت، يعني اشعر الان بسعادة واشعر براحة واشعر بامان انه واو هذا مكاني يناسبني. ايد هذه الفكرة ان هذا شيء ممتع. ممكن بعض الناس عندهم شيء ممتع زي ما نقول بناء على تجربتهم او بناء على شيء مروا فيه اكتشفوا انه هذا شيء ممتع كثير. بالنسبة لي عندي مثلا التأمل كثير ممتع، بس
بس برضو على فكرة بعض المتع تدخل حالة إدمان، فلازم إنك تنتبه لنفسك إنه أنت ما تروح كثير ما واللي يفهم، اللي يفهم المتعة ومعاني المتعة وش ممكن تعطي ويفهم وش تأثيرها على التجربة الأرضية، يفهم ليش إنه بعض الأشخاص لما يمرون بظروف قاهرة أو ظروف صادمة ولما شوية ينهز الجسد المشاعري ويرتبك ممكن هم يدخلون في حالات إدمان، وهم بشكل لا واعي ينقذون أنفسهم بهذه الطريقة، إنهم هذا الإدمان هو اللي ممكن شوية يعني يخليهم خلنا نقول يقفلون على حالة الألم أو يغطون حالة الألم عشان ما يموتون. يمكن صعب على شخص ما مر بظرف صعب إنه يفهم الفكرة أو يستوعبها. فمثل هذول الأشخاص يكونون عرفوا خلنا نقول بشكل لا واعي كيف إنهم يعيشون، لكنهم تورطوا أيضا في قضية إدمان من الإدمانات أيا كانت الإدمانات هذه. ممكن تكون إدمان أكل، ممكن تكون إدمان جنس، ممكن تكون إدمان كل أشكال الإدمانات. طيب خلونا ناخذ أسئلة يا جماعة. كيف أخلي جسد الفكري يخضع للجسد المشاعري؟ أوكي، إحنا ما نبغى نكسر الجسد الفكري أو نهينا أو نمنع من التفكير أو نمنع من القيام بأي عملية هو يقوم فيها. أجسادنا الفكرية قوية رائعة فتاكة قاعدة تشتغل، يعني قاعدة تركض. لا تخافون انه فكرة الجسد المشاعر ويسيطر على الجسد الفكري يعني بصير غبي ومغفل واهبل، نهائيا لا تخافون نهائيا. تأكدوا انه الجسد الفكري في الكرة الارضية كلها قوي جدا قوي جدا يعني وحامي مكانه، لكن هو عنده يعني ليميت، عنده حد محدود ما يقدر يطلع اكثر من كذا، واحنا وصلنا لهذا الحد. احنا وصلنا يعني وصلنا لحد ان كثير 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 عندنا افكار، حتى لدرجة ان هذه الافكار اكبر من ان نسوي لها داونلود، اكبر من ان نسوي لها داونلود. يعني احنا نفكر اكبر من قدراتنا المادية بكثير بكثير. يعني شوف مثلا فيلم معين وشوف شو الافكار اللي في الفيلم، تكتشف انه في جاب بين الفيلم وبين الواقع. في الغالب الآن أغلب الأفلام في جاب بين الفيلم وبين الواقع، سواء أنت تشوف واحد ينط من مكان لمكان، سواء أنت تشوف جهاز عجيب غريب ما كنت شفته في حياتك بس تشوفه في الفيلم، سواء حبكة معينة. واو، أفكار 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 على أرض الواقع لسه ما صار لها داونلود، هذه الأفكار لسه ما وصلنا لها. فأحب أقولك تطمن، جسدك الفكري يعني قوي شاطر ممتاز رائع. ادخل بس شوف، ادخل في السوشيال ميديا، قلب روح شوف، تأمل في كل مكان حولك. الحياة مادية فكرية، ما راح تنهز ماديتك ولا فكرك إذا اعتنيت بالجسد المشاعري. فإحنا لازم نطمن، هذا شيء مهم عشان ما تحس إنه أنت بتطويرك للجسد المشاعري أنت صرت مغفل وغبي. لا، على فكرة إطلاقا الأشخاص اللي إحنا نسميهم سوبر أذكياء وشاطرين وفاهمين الموضوع كله هم متطورين مشاعريا مش متطورين فكريا. يعني أنت تعتقد يعني الأشخاص اللي يسيطرون على الكرة الأرضية هذولا يعني مخترعين؟ بسألكم بس هالسؤال، الأشخاص اللي يسيطرون على الكرة الأرضية الآن هم مخترعين؟ يعني سوبر أذكياء فكرية مخترعين؟ لا لا، اللي يشتغلون عندهم هم المخترعين.
اللي يشتغلون عندهم هم اللي عندهم أجساد فكرية أقوى، لكن هم إيش؟ هم شجعان، هم عايشين الحب، هم عايشين تجربتهم، هم عايشين دهشتهم، هم عايشين رؤيتهم. كل هذا شعور، كل هذا شعور. ذلك اللي يقود تجربتك الأرضية هو الشعور، واللي يقود الناس هو الأقوى في التجربة أو في الجسد المشاعري. ذلك لا تخشى أبداً 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 أنه أنت إذا قويت الجسد المشاعري جسد فكري راح يطيح، وبتكون أنت وضعك غير جيد، ويعني بتكون غبي ومغفل. لا لا، بالعكس بتكون أكثر ذكاءً أصلاً، بتكون أفهم أفهم، تعرف بالضبط كيف تستخدم إمكانياتك وقدراتك، كنت تستخدمها ومتى ما تستخدمها. أما أن إحنا نشتغل على الجسد المشاعري، طبعاً أغلب الناس زي ما قلت لك، لأنه طبيعة حياتنا، لا كتب، لا مدارس، لا سوشيال ميديا، لا ما في منهج موجود إنه هو يطور مشاعرنا. ما في لا أم لا أب لا عائلة. يعني كثر خير إذا في أم أو أب، يعني كذا شوية، يعني إيش شوية، يعني عندهم شوية يعني حب، ويعني مشاعرهم يعني لامين أنفسهم وناضجين مشاعرين. ها كثر خير، كثر خير. يعني إذا في أم وأب، كل الأم والأب، لاحظ أتكلم عن معجزة الآن، ها أم وأب كلهم ناضجين مشاعريا، واو هذا كثير على التجربة البشرية الآن. أم وأب كلهم ناضجين مشاعريا، يعني ما هم بزران مشاعريا، واو هذا شيء كثير متقدم على البشر. الله أطفالهم كتاكيتهم وش يطلعون هذولا. يعني تخيل إن هذا شيء يعتبر نادر عند البشر، إنك تلقى أم وأب عندهم نضج مشاعري. ترى ما طلبنا كثير، ترى ما إحنا طالبين معجزة، إحنا نبغى ناس عقلاء بس. هذا يعني يعتبر نادر في البشرية. يا تلقى الأم يعني شوية ناضجة، أو الأب ناضج والأم ضايعة، والأم بزر أو طفلة، أو العكس الأب الطفل والأم ناضجة وبلشانة فيه، أو كلهم بزران. وأنتم شفتوا يعني إحنا استقبلنا مكالمات وقست أكثر من مرة هنا، وشفتوا كيف يعني إنه الجيل الجديد أعقل من أمهاتهم وأبائهم وأنضج، ويعني ما يدري إيش يسوون فيهم. ف يعني كثير هذا يعتبر يعني متقدم في البشرية إذا إحنا لقينا هذا الشيء، وبعدين أطفالهم إيش بيكونون. فكون إنه إحنا نلقى جسد مشاعري جيد، هذا وين؟ هذا كثير متطور. فما بالك إن نلقى مشاعر جسد مشاعري متطور، ما بالك إن إحنا نلقى جسد مشاعري متطور. في الغالب الناس لا تعمل على هالمهمة هذه، ولا تطور مشاعرها، ولا تشتغل على مشاعرها في الغالب. إدمان النكد والبكي. خلينا شوي نفكك الموضوع. أول شيء بناء على موضوعنا، أنت يعني بدون أدنى شك تستمتعين في القصة، يعني أنت يعني مستمتعة بموضوع النكد، يعني تنكدين على زوجك، تنكدين على أمك، تنكدين على عيالك، تنكدين على زملاء العمل، يعني تحسين كذا إيش إنه أنت عبرتي عن نفسك، إنه أوه شعورك يعني طلع، يعني تحسين بالمتعة هذه. وبرضو لما أنت تبكين أنت تعبرين عن هالشعور، بالتالي أيضا تشعرين بالمتعة. لكن خلينا نسأل وشو هذا الشعور، وشو هذا الشعور اللي قاعد يخليك تبكين، وشو هذا الشعور اللي يخليك تنكدين. خلينا نسأل، هل هو مثلا شعور الغضب اللي يخليك تنكدين؟ هل هو شعور الكبرياء؟ هل هو شعور شعرتي بالإهانة فتبغين تردينها؟ إيش الشعور بالضبط؟ افهمي هذا الشعور، افهميه، امسكي ورقة وقلم واكتبي إيش اللي يخليني أنا أسوي عملية النكد هذه، أو مثلا إيش اللي يوصلني لمرحلة البكاء. طبعا أنا أعتقد أنه هذا شيء وهذا شيء، ما أظن أنهم متداخلين، ما أظن أنهم متداخلين. ممكن مرات الناس يكون عندهم
كثير يكون عندنا تداخل في المشاعر، يكون طبقات متداخلة. لكن أتوقع منك إنه هذه قصة وهذه قصة، وهذا مشاعر وهذا مشاعر، مو إنه أنت تنكدين بعدين تبكين أو تبكين بعدين تنكدين. لا، أتوقع إن هذا شيء مستقل وهذا شيء مستقل. فأرجع رجعينهم لأصله وقولين ليش أبكي، وش السبب إني أبكي، ليش، متى بدأ البكاء، متى ينتهي، وش أحس فيه لما يحصل هذا الحدث. خلينا نتذكر مثلا يوم نكدتي فيه أو تنكدتي أنت، وش الأحداث اللي صارت وأدت إلى هذا الشيء، واليوم اللي كان جيد وش اللي صار وش اللي ما صار. فأنت محتاجة أول شيء إنك تراقبين الوضع عشان تفهمين وضعك، تفهمين أنت وين من الخريطة كلها. أنصحك إنك تحضرين كورس خريطة المشاعر، راح يساعدك كثير إنك تشوفين بوضوح وضعك اللي أنت تمرين فيه. نكد على نفسها، ممكن نكدت على نفسها، نكدت على الآخرين. ترى رؤى حبيبتي تقول ليش وإحنا بعز المتعة والأحداث الجميلة نتذكر الأحداث المؤلمة القديمة وما نتذكرها بالأيام العادية الروتينية؟ شوفي يا رؤى حبيبتي، في أكثر من احتمال. الاحتمال اللي تكلمنا عنه أكثر من مرة إنه يكون عندك في الخريطة، لما تشوفين خريطتك وترسمينها راح تكتشفين إنه هذه هي عز المتعة، هذه راح تسمينها وتعرفين أسماءها، راح تكتشفين إنها تتداخل مع مشاعر غير جيدة. بمعنى إنه مثلا تلقين إنه الحب متداخل مع الغضب، أو الحب متداخل مع الحزن، فبالتالي لما يجي حدث في حب تقومين يجي الحزن كذا وانت ما تعرفين شو القصة ولا تعرفين شو اللي قاعد يصير. وما يعرف هذه الأشياء إلا الأجساد المشاعرية المتطورة، يعني الناس اشتغلوا على مشاعرهم يعرفون وش اللي قاعد يصير وش اللي قاعد يشتغل، ومطلعين يعني الموضوع قدامهم. في أيضا احتمال آخر إنه إحنا طبيعة سريان طبيعة طريقة الجسد المشاعري وتعبيره عن نفسه، انه لما احنا نمر بحالات الألفة ان نمرر الكثير من المشاعر القديمة المكبوتة والمتسممة. لما نمر بحالة الألفة ان نمرر هذه المشاعر، فممكن انت لما تكونين فرحانة تكونين او تعيشين هذه الموجة، فتتمرر هذه الأشياء، فتطلع هذه الأشياء القديمة، خربت الجو. بس هذه هي طريقة الجسد المشاعري. لذلك مهم أيضا أن نعرف هو كيف يشتغل عشان نعرف نتعامل معه ولا يحطنا في موقف حرج. هل القهوة من غير أكل سبب حالة نفسية للشخص؟ أول شيء أنا مش طبيبة، لذلك أنا ما أتكلم عن الجانب الطبي. لكن في شيء مهم أنا ما تكلمت عنه في الكورس ولا تكلمت عنه من يوم بدينا نتكلم على موضوع المشاعر، وهو بالنسبة لي أنا مقتنعة أنه مهم، أنا مقتنعة تماماً أنه شيء كثير مؤثر، لكن لأنه مو زاويتي مو تخصصي فعشان كذا ما تكلمت عنه، واللي هو موضوع الغذاء. أنا أؤمن أنه الغذاء الجيد يعني جسد مشاعري جيد، أؤمن فيها، أؤمن إذا غذائك جيد يعني جسدك مشاعري جيد. يعني في فرق ما بين شخص يعني يأكل يعني أكل قمامي، أكيد جزء من القصة راح تروح للجسد المشاعري، for sure جزء من القصة راح تروح للجسد المشاعري. وقس عليها نقص الغذاء الجيد أيضا، لما أنت ما تحصل على الغذاء، لما ما تحصل على التغذية أيضا راح يتضرر الجسد المشاعري. إحنا نعتقد إنه إحنا بس الجسد المادي هو اللي بيصير فيه مشكلة وبيصير فيه أزمة، لا، حتى الجسد المشاعري يتضرر. فما بالك إنه إحنا ممكن ندخل على موضوع القصة اللي تكلمنا فيها اللي هي بقايا المشاعر اللي تكون أيضا متواجدة في الأكل. لذلك
مهم ان احنا نتاكد ان احنا حصلنا على غذائنا كامل وانه غذائنا جيد. صديقتي تقول احس بمشاعر سلبيه حين اتذكر اهدافي واحلامي التي لم اصل لها، وبالتالي اكره كل شيء. حبيبتي، الشعور اللي تمرين فيه هو شعور الغضب، انه انت يعني غاضبه من القصه اللي قاعده تصير وهي مو عاجبتك. والان انا بحصل فيراري الحمراء، الفيراري الحمراء مو راضيه تجي، انا عصبت. لما عصبت الفيراري الحمراء صارت ابعد، فانا عصبت اكثر. فلما عصبت اكثر صارت الفيراري الحمراء ابعد، فعصبت اكثر، فتستمر الكارما بنفس الطريقه. فكل ما غضبت اكثر كل ما بعد الهدف اكثر، وعصب اكثر وتبعد الفيراري الحمراء اكثر، وهكذا استمر. هي كارما أبطلقها بس هي بترجع، بوديها بس هي بترجع. فالآن أنت عندك الخيار، إما أنك أنت تقولين والله خلاص فيراري الحمراء ما عاد أبغاها أصلاً، أي إن كان هذا الهدف، خلاص ما أبغاها، ما تبغى تجي، كيفها، عمرها ما جت، خلاص أنا يا جماعة تخليت عن هذا الهدف بكل قبول، تخليت عن هذا الهدف، أنا تخليت عن هذا الهدف. أو الخيار الثاني أنك أنت تشتغلين على شعورك وتعرفين كيف. الآن كم سنة وأنت تفكرين في الفرارة الحمراء؟ كم سنة وأنت تحاولين تجذبين الفرارة الحمراء وتشتغلين عليها وترتبين الموضوع؟ كل هالسنوات الحين هذه كلها مخزنة في الجسد، المشاعر كلها يبغى لها تعديل وترتيب وتنظيف وواوا شغل. تالي الآن عندك الخيار، أما أنك تقولين فرارة حمراء باي باي وخلصت القصة، ريستارت، بدينا من جديد قصة جديدة، او انك تقولين اوكي فيراري الحمراء استني شوية بعدل مشاعري وبرجع لك. انا لو كنت مكانك ابفضل اني اضغط زر اعادة القصة، لو كنت مكانك بفضل هذا الخيار. اشعر انه الحياة اكثر متعة لما أسوي ديليت للهدف وأبدأ شيء جديد، أبدأ قصة جديدة، وأشعر أني أسامح نفسي وأخلي الموضوع أبسط، أسامح نفسي عن أني ما قدرت أحقق هذا الهدف، وبرضو أخلي الموضوع أبسط في المرة القادمة. لأنه لاحظي كل القصة اللي مريت فيها هذه كلها راحت لذاكرة الجسد المشاعري، فلما أنا 10 سنوات أنتظر هدف والهدف ما جاء، الجسد المشاعري يعرف انه الهدف يحتاج 10 سنوات لما يتحقق. واو واو، يعرف، هو عارف القصة انه كل فيراري حمراء تحتاج 10 سنوات لما تجي. فانت بالخيار، وممكن في لحظة من اللحظات تفهمين خياري او تناظرين بالزاوية اللي انا قاعدة أناظرها. وتذكري إن الموضوع كله مشاعر. يعني حاولي دائما تشوفين الصورة الكبيرة، الموضوع كله مشاعر. فالفيراري الحمراء ما تستحق إنها تهز مشاعرك. أعرف إن الفيراري الحمراء هذا ممكن يكون شريك حياة، ممكن يكون هدف يعني حطيت عليه كثير آمال وأحلام، still جسدك المشاعري أقيم من الهدف، جسدك المشاعري ذو قيمة أعلى بكثير من أنك تحرقينه ومن أول لآخر عشان هذا الهدف. فممكن برضو تناظرين لها من هذه الزاوية. إيش نصيحتك للشخص اللي مر بمرحلة وما تقلبي؟ أنصح يحضر الكورس. ليش لما يكونون كل الناس مستأنسين حولي أصير حزينة بس في الداخل أنا سعيدة عشانهم، بس أحزن غصب عني؟ HXXEN. أوكي خليني بعيد سؤال، أحس السؤال مهم. ليش لما يكونون كل الناس مستانسين حولي أكون أنا حزينة؟
يعني كانك تخالفينهم الشعور، بس في الداخل انا سعيده عشانهم، بس احزن غصب عني. نرجع للاحتمال اللي تكلمنا عنه، انه عندنا في الخريطة كذا شعور فوق شعور ورا شعور، فانت ما انت عارفة هذا التداخل اللي موجود. وبرضو في ناس عندهم مرات عندهم برمجة مضروبة على موضوع حالة الفرح، يشعرون بالخطر لما يكون في فرح، أو يشعرون بالخوف لما يكون في فرح، وهذه برمجة تعلموها من أحد، من مصدر طاقي أو أحد يعني عبالهم الفكرة ورتب لهم الفكرة، هم تلقوها بدون ما يعني يفلترونها ويراجعونها. مرات 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 فيه ناس عندهم شعور بالعار من المشاعر الجيدة، خلوكم متبهين كثير لهذه النقطة. يعني مثلا خلينا نقول عائلة عندهم طفل مريض، ممكن تلقى فرد من أفراد العائلة من جواته مبسوط، بس ما يبغى يبين، يحس انه غلط، يعني يشعر بالعار انه كيف انا اكون سعيد وعندنا طفل تعبان، او مثلا عندنا حالة عزاء، انا من جوا سعيد بس اطلع حزين عشان يعني اجامل الناس وكذا. يعني تصير هذه الاشياء بعد، انه عندي شعور بالعار تجاه كل المشاعر الايجابية، مو بس شعور واحد، وكذا يكون العار هو مغطي كل المشاعر الايجابية عندك، مسيطر عليها كلها، هي موجودة عندك، حب عندك، سلام عندك، جان، بس كلها في طبقة ثانية، ما هي الطبقة الأولى اللي أنت ممكن تشوفها أو تفهمها أو تتعامل معها. فممكن يكون هذا الشيء برضو. مرات يكون فيها زي ما نقول صورة ذهنية لك عند الناس، وأنت بشكل لا واعي تقبلها، صورة ذهنية لك عند الناس وانت بشكل لا واعي تقبلها. فالصورة الذهنية لي عند الناس انه انا حزين، فانت يعني من كثر ما تسمع الموضوع وكثر ما تسمع الكلام وكله حزين حزين حزين، هذا حزيني، هذا ضايق صدري، هذا حزين، لا تقولوا له شيء، ترى هو حزين، ترى هو زعلان، وصار لها اثار جانبية وصار لها تبعات، وصار لها يعني لا تخلونا يدخل معنا في القطة عشان حزين، صار لها فوائد، يعني مرة مرة كبر الموضوع. فبشكل لا واعي احنا نتقمص الصورة الذهنية هذه، بينما انت في الداخل سعيدة، انت من جوا كذا يعني مفرفشة كذا، بس يعني بشكل لا واعي مشيتي في الصورة الذهنية الخارجية. فمهم انك تنتبهين انك انت تفرزين المشاعر فرز، تسألين نفسك ليش أنا حزينة؟ عشان إيش؟ مين اللي قرر أني أكون حزينة؟ ليش أنا سعيدة؟ عشان إيش؟ مين اللي قرر هذا القرار؟ هل أنا لازم أستخدمهم مع بعض؟ ولا ممكن أستخدم كل واحد الحال؟ إيش اللي يستدعي أني استخدمتهم كلهم مع بعض؟ هل في شخص حولي؟ هل في شعور معين أثارهم مع بعض وخلاهم يشتغلون كلهم مع بعض؟ احتاجين هذه الأسئلة، نسميها الأسئلة الصعبة، الأسئلة المشاعرية الصعبة. ايش سبب تلخبط الشعور بعدما نحصل على هدف سعينا له فترة طويلة، ولما اسقطناه واشتغلنا بغيره وصلنا؟ خليني حبيبتي عبير، خليني مرة ثانية نقول انه انت كان عندك هدف تسعين له،
لفترة طويلة وبعدين حصلتيه، وبعدين قررت انك تقول خلاص ما ابغاه، صح؟ واشتغلتي في شيء ثاني ووصلتي. يمكن قصدك انك وصلتي مثلا اسرع، او وصلتي يعني بشكل اسهل مثلا. عندها هدف قاعد تشتغل فيه 10 سنوات، بعد 10 سنوات من التعب والارهاق والتوتر والغضب والضغط حصلت الهدف. يوم حصلت الهدف حست انه لا، مشاعر متلخبطة. هل انا ابغاه ولا ما ابغاه؟ بعدين قلت لا خلاص، انا ابغى اسوي دروب لهذا الهدف، خلينا نرجع الفرار الحمراء. 10 سنوات تبغى الفرار الحمراء، تحلم فيها وتتخيلها وتتصورها وتصور معاها في كل مكان، ويعني مرة مسيطرة على الجو عندها، وقلقة وتتعب وتشتغل وتسوي وواسطات وسوت يعني، وتدعي وتقوم نص الليل، وكل الأدوات استخدمتها، وقلق وتوتر. المهم حصلت الفرار الحمراء آخر بعد 10 سنوات. لما ركبت الفرار الحمراء حست بشعور متلخبط. يا الله، الحين هذه هي الفرار الحمراء اللي 10 سنوات، يعني أقوم الليل وأصوم النهار، وما في أحد ما كلمت عن الموضوع، وما في أحد ما تسلفت منه، وما في أحد، ويمكن سرقت، ويمكن سويت، يعني أقصد كثير كان في قصة كثير متوترة، كثير لها يعني، ومديتيشن وجو، كثير أشياء. هذه الحين هذه الفرار الحمراء اللي بهذلتني 10 سنوات، هذا وين الشعور الخطير اللي كنت أتوقع إني بحس فيه؟ وين الفاير ووركس؟ وين الشيء الخنفشاري اللي كنت أعتقد إني بحصل؟ وين الشعور اللي يفوق الوصف؟ وين؟ وبس هذه الفرار الحمراء، يعني انبسطت شوي وبس. هذه كنت اتوقع اني يعني بحس اني فوق السحاب، كنت اتوقع اني بحس اني يعني رقم واحد في العالم، كنت اتوقع اني يعني بحس بشعور، ولا بس الشعور احترق في يوم وليله كذا. فتجي مثل هذه الاسئله، مثل هذه اللخبطه، مثل هذه المشاعر، مثل هالشعور هذا، انه ما كان الموضوع يسوى، ما كان الموضوع يستحق كل هاللخبطة هذه. بعدين تسوين دروب، تقول اكتشفت انها ما تسوى، اكتشفت ان الفراري الحمراء ما تسوى. خلاص يا جماعة، انا يعني راح اكتفي يعني بسيارة كذا متواضعة، او بسيارة اللي احبها. اوكي انا احب المرسيدس، اكتشفت ان الفراري الحمراء يعني كثير ما عطتني الشعور الخنفشاري اللي كنت أسعى له 10 سنوات. فقررت أنها تشتري المرسيدس. فجأة كذا في خلال 6 شهور جت المرسيدس. طبعا أكيد راح يكون لها طعم غير مختلف، وراح يكون شعورها يعني أحسن بكثير من شعور الفراري. الفراري بهذلت فيك لما جت ولما حصلت ولما صارت. فإحنا لما نعطي شعور للهدف أكبر بكثير، يعني احنا كان عندنا، خلنا نقول خزان نعبي فيه الطاقه للهدف هذا، نعبي. نعطي اكثر بكثير شعورنا وربكتنا وتوترنا وقلقنا وخوفنا. في النهايه انت تتوقع انه انت بتحصل على نفس المستوى، على نفس الجهد، على نفس الوقت، على نفس الطاقة، على نفس الشعور. بينما لا، أنت ما حصلت هذا الشيء، أنت حصلت أقل بكثير. وفي النهاية أنت كنت تبحث عن شعور، بس نحن لا نبحث عن الهدف، نحن نبحث عن الشعور خلف الهدف، لذلك من الشطارة والذكاء أن طول الوقت نلحق الهدف الذي نحبه، بس غيره تضييع وقت.
غير الهدف الذي نحبه تضييع وقت، خدعة، وهم. 10 سنوات راح تشتغل بعدين ما راح تحصل ولا شعور، أو شعور مرة بايخ، أو تخيل ممكن تحس بالعار، ممكن تحس بالتأنيب، ممكن تسوي قصة تدمير بعد بالهدف. مو أنت تتنازل عنه بطوعك، لا، أنت تسوي تدمير للهدف. فخل عندك التزام إنه أنا أمشي وفقا للشيء اللي أنا أحبه. بس ذلك المتوقع إنك أنت لما سويتي دروب لهذا الهدف بشكل واعي أو لا واعي، فهمت القصة وغيرتي لهدف آخر أنت تحبينه أو متطابق معك أكثر من الهدف الأول، فكانت الشعور متسقة. كثير من الأسئلة عن الصدمات. أعرف أن الظروف 2020 كثير صعبة على أغلب الناس، فيها تسديد كارمات، فيها ضغط. سؤال: هل ينهار الجسد المشاعري إذا كان الجسد المادي غير صحي؟ خليني أقول لك، الآن الجسد المادي غير صحي، طبعاً الجسد المشاعري راح يتأثر، صح ولا لا؟ يعني يلحق بعض التأثيرات. طيب، الآن الجسد المشاعري أعطى مشاعر غير جيدة، والجسد المادي مو قاعد يشتغل بشكل جيد، فهذا وهذا في النهاية في شيء غلط قاعد يصير. وين بيروح هذا التأثير؟ بيروح المكان، قد يروح للجسد الفكري ونؤمن بفكرة ونعتقد بفكرة أو مفهوم، أو قد يروح للجسد المادي ويمرض الجسد المادي. لما يمرض الجسد المادي هنا نسأل، هل الجسد المشاعري بيشيله ولا ما راح يشيله؟ لما الجسد المادي يطيح لسبب مادي، مين بيشيله؟ هو في الغالب ما يشيل نفسه. لما يطيح الجسد المادي هو ما يقدر يشيل نفسه، لازم أحد أعلى منه يشيله، فبيشيل الفكري والمشاعري، بيشيل الفكري ويشيل المشاعري. فلازم يكون عندي فكرة، معتقد، مفهوم جيد يقدر يشيل هذا الجسد، ولازم يكون عندي شعور قوي يقدر يدير القصة كلها ويشيل هذا الجسد. فهي متبادلة، يعني لما يكون أكل غير صحي، خلنا نقول جسد مادي غير صحي، راح يرسل تأثيرات وإن كانت بسيطة. الجسد المشاعري تأثر بهذا وبرضه راح يرسل تأثيرات وإن كانت بسيطة. كل هذه بمجموعها راح تضرب مكان، وفي الغالب راح تضرب الجسد المادي. فمين بيشيله؟ هذا السؤال، سؤال كثير مهم، كثير مهم. لذلك مثلا ممكن نلقى شخص يصير له حادث سيارة أو حادث مؤلم مثلا في البيت، يطيح عليه شيء، يصير شيء، بعدين يتأثر جزء من جسده، يده، رجله، يكون عاجز عن الحركة أو عاجز عن المشي أو. كيف ممكن هذول الناس بعد الحوادث هذه؟ هل تعتقدون الأشخاص اللي يجيهم حادث ويضرب جسدهم المادي كيف شعورهم؟ يعني صار الجسد على قولتك سقط، غير صحي، غير قادر على أداء المهام اللي معتاد عليها أو المتوقع منها. شو موقف الشعور؟ أغلب الأشخاص بعد ما يمرون بمثل هذه المواقف الصعبة المادية ينهارون مشاعرياً. يعني القصة ما بدأت من فوق، القصة بدأت من تحت، ما بدأت من الجسد، بدأت من الجسد المادي، لكن المشاعر ما شالت القصة. المشاعر مرة من المرات كنت حاضرة في مكان ورشة عمل صحية، كانت عن أجهزة، وكان في شخص
يدينا كلها أطراف صناعية، أطراف صناعية. طبعاً بحكم أني أنا أمشي بالعكاز، يعني أشعر أني عندي القدرة أني أنا أسأل الشخص، أو أني أقدر أدخله مدخل كذا وأطبطب عليه أو أقول له كلمة ممكن يعني تساعده أو شيء. هذه مو أي شخص ممكن يسويها. فلما سألته عن الأشياء اللي أو السبب اللي هو جاي عشانه، فبدأ يتحدث عن قصته أو كيف صار الحادث و و و وتفاجأت من حجم الألم اللي هو يعيش، مع أنه مر بهذه القصة من أكثر من 10 سنوات. تفاجأت بكيف هو ما زال مو قادر يتقبل أنه هو يدينا مي موجودة، أنه يدينا مي موجودة في حديدة، ما أعرف شلون أوصفها، حديدة بهذا الشكل كذا، الطرف الصناعي. أنا ما أعرف إذا وصلوا الآن اليدين، يدين يعني مثل يديننا. فكان يحمل يعني كثير من المشاعر المؤلمة، ويحكي كيف أنه العمل عنده تأثر، الزواج تأثر، عائلته تأثرت، كل شيء امتد الموضوع لكل شيء. لكن السبب أنه رجع الموضوع للجسد، أو راح الموضوع جسد المشاعر، وجسد المشاعر ما شال القصة، ما شال القصة ولا قدر هو يعني خلنا نقول ينقذ الموقف. لذلك الفكرة اللي إحنا نتكلم عنها، أنه إحنا كيف إن نبني الجسد المشاعري صح، كيف نبنيه. أنا أعرف إنه في ناس في قاع يحتاجون إنقاذ، وأعرف إنه في ناس عندهم ورطة ومشكلة يحتاجون مساعدة. طيب تعال، لما أنا طلعتهم هذولا كلهم من كل الأزمات هذه، شلون أنا أحميهم من إنهم ما يطيحون مرة ثانية؟ شلون أنا أحمي نفسي من إني أنا ما أطيح مرة ثانية؟ شلون أنا أحمي نفسي من إني أنا أستمر قدر الإمكان بحالة من المتعة؟ شلون إنه لو تضرر جسد الفكري أو تضرر جسد المادي، إنه جسد المشاعري شايل التجربة وقادر يقضي أطول فترة ممكنة من المتعة على هذه الأرض؟ يا جماعة أنا تأخرت عليكم، سوري ما انتبهت للوقت. أتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا من لقائنا اليوم، متعة الجسد المشاعري. لا تنسون عندنا كورس خريطة المشاعر موجود على الموقع www.sumaya369.net. شكرا لللايكات، شكرا للقلوب، شكرا للكلام الجميل. تصبحون على حب.